بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بيكم في قناة ميليتاري إنسكوب. عزيزي المشاهد، بيعجبني أوي تحركات الجزائر في المجال العسكري والمجال الاقتصادي، والنهاردة معانا أخبار عسكرية واقتصادية مهمة جدا وكلها بالدليل زي ما عودناكم. هنتكلم بإذن الله عن اهتمام الفريق أول شنقريحة بصاروخ خطير، كل ده بالدليل. وهنتكلم عن مباحثات جزائرية بريطانية وهنعرف ايه السبب، وهنتكلم عن صفعة قوية من الجزائر الى الاتحاد الاوروبي، مش اي كلام، لا، صفعة على ارض الواقع. وهنجاوب على سؤال مهم: هل تمتلك الجزائر امكانيات كبيرة لتصنيع الطائرات المسيرة؟ الاجابة هتكون من مسؤول جزائري وبالدليل. ومباحثات بين رئيس اركان الجيش الجزائري والسعودي وهنعرف ليه، وكمان هنتكلم عن توقيع بروتوكول للشراكة مع شركة تركية لإنتاج سلعة هامة جدا، وإليكم التفاصيل ونبدأ على بركة الله. عزيزي المشاهد، اتكلمنا كتير عن اتفاقية التبادل التجاري بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وقلنا الجزائر بتسعى لتعديل الاتفاقية على أساس مبدأ رابح رابح، يعني الجزائر تستفاد والاتحاد الأوروبي يستفاد، لكن للأسف الاتحاد الأوروبي هو اللي بيستفيد أكتر. قلت لكم قبل كده إن الجزائر بحثت بالفعل عن بدائل زي الصين وتركيا، والنهاردة لقيت الخبر المهم ده، إن التبادل التجاري بين الجزائر وتركيا ارتفع بنسبة 30%. ده معناه إن الجزائر مركزة مع أسواق خارج الاتحاد الأوروبي. وخلي بالك، في استثمارات لتركيا كتير في الجزائر، يوجد 1550 شركة تركية في الجزائر. وطالما بنتكلم عن تركيا، عاوز أقول معلومة بسرعة جدا: تم توقيع بروتوكول اتفاق وشراكة بين مجمع مناجم الجزائر وبين مجمع تركيا للحديد. طيب ايه الهدف من الموضوع ده؟ هقول لك باختصار شديد، الجزائر وتركيا عاوزين يعملوا مصنع في ولاية بشار بالجزائر علشان يتم انتاج 500,000 طن من الحديد سنويا بالاعتماد على منجم غار جبيلات. المصنع الجزائري التركي مهم جدا، وهيوفر شغل الجزائريين، وكمان هيدخل عملة صعبة لبلدي الثاني الجزائر. والمصنع هيكون جاهز ان شاء الله خلال 24 شهر. عزيزي المشاهد، منجم غار جبيلات واحد من اهم واكبر المناجم في العالم، علشان كده الجزائر عاوزة تعمل شراكة مش مع تركيا بس، لكن الجزائر بتعمل محادثات مع الصين لاستغلال المنجم، وكمان مع الشركة الجزائرية القطرية. وطالما بنتكلم عن الصناعة، هل الجزائر عندها امكانيات لتصنيع الطائرات المسيرة؟ الإجابة قالها السيد ياسين المهدي، وهو وزير جزائري لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة. السيد ياسين المهدي طلع قال النهاردة إن الجزائر لها إمكانيات كبيرة في مجال الطائرات المسيرة. والشيء المهم، كشف وزير التعليم العالي الجزائري الاستعداد لإنشاء مدرسة عليا للأنظمة المستقلة اللي بتشمل تطوير الطائرات المسيرة. عزيزي المشاهد، الطائرات المسيرة ممكن استخدامها في مجال الفلاحة وفي مكافحة الكوارث، وكمان في المجال العسكري. بخصوص المجال العسكري، كلنا عارفين ان الفريق اول شنقريحة في زيارة لمعرض الدفاع والامن في البرازيل. حساب شركة الصواريخ الشهيرة براهاموس على تويتر قال ان الفريق اول شنقريحة ومعه كبار ضباط الجيش والقوات الجوية الجزائرية بيناقشوا امكانيات نظام الصواريخ براهاموس. عزيزي المشاهد، انا مش هقولك زي قنوات كتير بتستغل الاخبار اللي من النوع ده، يقولوا لك الحق الجيش الجزائري بيتعاقد على صواريخ براهاموس علشان اجيب مشاهدات، لكن الموضوع بسيط. الفريق اول شنقريحة حسب الصورة اللي قدامنا مهتم بهذا النوع من الصواريخ، هل ممكن يتعاقد عليه؟ لسه ما نعرفش، علشان المصداقية، علشان ما تطلعش صحيفة او قناة تستغل الصورة والكلمتين بتوع حساب تويتر وتألف كلام من عندها.
على فكرة صواريخ برهاموس بيتم إنتاجها بشراكة بين الهند وروسيا. الصاروخ له أكتر من نسخة ممكن إطلاقها من المقاتلات أو السفن الحربية أو الغواصات. وعلى هامش زيارة الفريق أول شنقريحة إلى البرازيل، قابل هناك رئيس أركان جيش السعودية، وتم المباحثة بينهم لتعزيز التعاون في المجالات العسكرية والأمنية بين السعودية والجزائر. وبعيدا عن المباحثات العسكرية، في مباحثات بين الجزائر وبريطانيا لكن حول التعاون في مجال الطاقة المتجددة، ومنهم الطاقة الشمسية وطاقة المستقبل الهيدروجين الأخضر. حلقتنا خلصت، وحفظ الله الجزائر وتحيا الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.